رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلب المغرب استبعاد 4 دول تابعة للولايات المتحدة الأمريكية جغرافيا وسياسيا من التصويت على البلد المنظم لمونديال 2026 عقب مراسلة بعثها المغرب إلى الفيفا في هذا الشأن قبل حوالي أسبوعين. تقرير بلال بوجدين. طلب المغرب استبعاد 4 دول خاضعة لحكم الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت لاختيار الملف المنظم لمونديال 2026 يلقى رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم. الفيفا وفي مراسلة لها أبرزت أن القوانين المعمولة بها تمنح كل الاتحادات الأعضاء فيها الحق في عملية التصويت لاختيار البلد الذي سيحظى باستضافة كأس العالم، باعتبار أن الاتحادات الكروية لهذه الدول مستقلة ومنضوية تحت لواء الفيفا. المغرب ومنذ أسبوع راسل الاتحاد الدولي للعبة لطلب استبعاد 4 دول خاضعة لحكم الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت في 13 يونيو المقبل. الأمر يتعلق بجزر فيرجن وساموا وغوام وبورتوريكو، إذ اعتبر أن الدول الأربعة خاضعة لبلاد العم سام سياسيا وجغرافيا، وبالتالي لا يمكنها الإدلاء بصوتها باعتبارها طرفا منتميا للملف الأمريكي المرشح لتنظيم المونديال سنة 2026. الطريق إلى اختيار البلد الذي سيحظى بشرف احتضان العرس العالمي مر بمرحلة زيارة لجنة تاسك فورس التابعة للفيفا، والتي حضرت إلى المغرب منتصف أبريل الماضي قبل الإعلان رسميا عن مستضيف البطولة العالمية يوما واحدا قبل انطلاقة مونديال روسيا يونيو المقبل. المقاطعة، حتى نتحدث عن المقاطعة، ما الأهداف منها؟ الهدف الأساسي أولا هو تخفيض الأسعار ترتفع بشكل بون. دوك أنا نقولك علاش يا مدام. أنا عيانة. ألوغ بريمو، بون، الجزائر مدت الصوت ديالها للمغرب باش تسندهم في المونديال. ترامب الأشقر تصعب ليدي الفوندوتان قال لك ما كاش منها، من جميع اللي ساند المغرب ندير فيه وندير ونعمل وما نبعيش الهضرة تاعو هذيك الزايدة اللي ما تسواش 4 دورو. علاش على المغرب؟ هي راح تمد مش حبت تقول المغرب ما يعطيوها لهمش لأنها بلد فيها كما يقول لك مجميع اللي وش صرا في فرنسا، وش صرا في بلجيكا، وش صرا في يعني عندهم إرهابيين بزاف، دونك ما يمدوهاش للمغرب. هذه وحدة. ثانيا المغرب محتلت، هي مازالها محتله البوليزاريو وما يمدوهاش البلاد، احتلت بلاد واحده اخرى. هذه زوج، يعني لو كانت تطلقوا البوليزاريو وتنحيوا الارهاب بوسيبل يعطيوها لكم، بصح طونكو مازالكم محتلين البوليزاريو، نص من البوليزاريو، ومازالكم كما يقول لك عندكم الارهاب والارهابيين كما تاع بلجيك ديالكم اللي داروا في فرنسا مغربيين، اللي داروا في وسمو مغربي، يسمى كاين بزاف المغاربه اللي راهم ناشطين في اوروبا في ميادين الارهاب. على كل حال نتوما على بالكم، حنا على بالنا، وال او بين شدوا في بلجيك. على كل حال على هذا الشيء الامريكان قالت لك لا، قتلوا كان يروحوا يقتلوهم ويقتلوا الشعب ويقتلوا كذا ويديروا كذا ويديروا كذا. هذه هي دونك هما يمدوا لي كونكلوزيون تاعهم على حسب واش حبوا، وهي لا كونكلوزيون تاع الاشقر مول الفون دو تان، هي ما لازمش البلاد اللي تكون اللي فوطيو عليها واللي ترشح نفسها ما تكونش فيها الارهاب وما يكونوش محتلين بلاد واحدة أخرى. هذه واحدة. دوزيامون كي قال لك السعودية متأداتها خلصت هذاك تاع
تاع الامريكان تاع الفون دو تان باش الناس يفوطيو عليهم. والسعوديه ما تديهاش على كل حال، ما تديهاش بانها بلد مسلمه وما يقدروش يشربوا فيها الشراب، باسكو لا كوب دو موند لا بلوبار كي يروح لا كوب دو موند لازم له يشرب، وهذه لوجيك. ها لوجيك المسلمين؟ لا لا ماهيش لوجيك، بصح الكفار هذوك يحبوا يشربوا شراب كي يشوفوا الماتش، دونك انت راح تنحيها لهم؟ ما تنحيها لهمش. السعوديه راح تدخل الشراب لتما؟ ما تقدرش تدخل الشراب. يسمى كي نتوما كي السعوديه كي المغرب راكم اوغليست، هذه ديروها بيان في بالك. مام هذاك الداب ابن ابوه خلص بصح ما يدير والو، هذه بقى نقولها لكم ما يدير والو، واحد ما يعطي له الصوت ديالو. السلام عليكم السعوديه، تحياتنا، غدوة ان شاء الله نشوفكم.